اليوم كل جمهور ومتابعين فوشيا واللي بيحبوا دوريد لحام بيحبوا يعرفوا بعض القصص الشخصية عن حياته. خليني بلش معك من عيد ميلادك يلي مرق من فترة، أكيد إن شاء الله يا رب العمر الطويل وكل عام وإنت بخير. شو هي أمنيات دوريد لحام لنفسه على الصعيد الشخصي؟ على صعيدي أنا ما عندي أي أمنية سوى أنه كمل شو باقي لي بهالحياة بصحة جيدة. بس أنت من الأشخاص يلي بيقعدوا مع حالهم بآخر النهار وبيفكروا بشو أخطأوا وبشو كان عندهم شي صح؟ إيه أنا؟ إيه قديش؟ يا قلبي أنا بنام كتير. ليه؟ لأنه ضميري مرتاح، يعني ما بحاول أغلط مع حدا، عشان هيك دائما مرتاح وبنام بعمق وبأحلام وردية. المادة ما بتشكل هاجس إلي، المادة ضرورية لحياة كريمة، بس بالتأكيد بالنسبة إلي مو غاية، هي وسيلة، لأنه بعرف تماما إنه سرير الذهب ما بيبعد عني الأحلام المزعجة. أكيد صحيح، حتى اللي بينام على سرير ذهب بشوف كوابيس. اليوم شو بتحط عنوان لمسيرتك؟ المنتمي. لماذا؟ لأني منتمي، منتمي لبلدي، لوطني، لأبي وأمي، لعائلتي، منتمي لكل شيء جميل بحياتي، وعلى رأسهم أمي وأبي، وعلى رأسهم بعدين أولادي وأحفادي. وهون بشكر الله على نعمة إنه أعطاني عائلة رضية، عائلة بتجنن، عائلة رضية وقنوعة و يخلي لك ياهن يا رب. تسلمي. شو أحلى أو أبرز صفة عند دوريد لحام؟ عندي إنه بيسامح، يعني ما في مكان بقلبي للضغينة أو للكره إلا الله. حتى لو الشخص أخطأ معه؟ حتى سامح بالتالي. وإذا هذا الخطأ زعجك وتضايقك من جوا، وإذا فينا نقول جرحك؟ إيه لا، هذا شيء آخر بقى. شوفي، لقلك إنه ما يغلط معي بالأخلاق حد، أي حدا، أما إذا بيغلط معي بأشياء أخرى ماشي الحال، بيسامح الواحد. في جملة دائما بترددها إنه مستقبلي صار وراي. صحيح. أنت بتقصد فيها إنه الألم ولا أمل؟ لا يا قلبي، أنا لما بنعرض علي عمل بقرا بعمق طبعا، وبشوف إنه يا ترى هذا العمل إذا عملته حيخطف شيء من وهج الأعمال السابقة لي، إذا حيخطف شيء برفضه، لأنه ما بدي، أنه بعتبر مثل ما قلت لك أنه مستقبلي وراي مش قدامي. يعني الأعمال اللي عملتها سابقة من مسرح وسينما وتلفزيون وكانت ناجحة هي مستقبلي، مشان هيك لازم تبقى بذهن الجمهور موجودة وسليمة. إذا بدي أعمل عمل يسيء إلى، معناتها كتير غلطت. حلو. اليوم برغم كل الظروف اللي مرت علينا بسوريا وبرغم كل شيء عم بيصير، قديش اليوم نحن بحاجة للشخص إنه يتغير، وقديش حدود هذا التغير بالنسبة لهاي الأشخاص؟ مو يتغير يا قلبي، يتأقلم، خليني أقول يتأقلم، يجاري للقصص، يتأقلم مع الظروف. يعني تجي الكهرباء ساعة ساعتين باليوم، دي يتأقلم مع هذا الموضوع. يعني في زحمة على الفرن، بدي أتأقلم مع هذه الأمور، لأن الظروف اللي حوالينا كلها ضدنا، من حصار اقتصادي إلى أعداء خارجيين بالإضافة لأعداء داخليين أيضا. فبالتالي هاي الظروف كلها بدي أتعايش معها، وإلا بيستسلم الواحد. أكيد سمعت باعتزال الفنان عادل إمام، شو تعليقك؟ ما أنا الحقيقة هاي أول مرة بسمع الموضوع من حضرتك. طبعا هذا الشيء بيخصه
لكن يعني واحد مثل عادل إمام الزعيم ما بيصير يعتزل. ليه؟ هيك الفنان ما بيعتزل. الفنان ما بيعتزل؟ دريد لحام ما رح يعتزل؟ لا لا، ما نكاية فيكم. لا بالعكس، نحن كتير مبسوطين وقت اللي بيضل دريد لحام بكل هاي الهمة والنشاط والحب، وين ما شفناك بتضل بسمتك موجودة. ايمك ممكن طيب الفنان يعتزل؟ الفنان يعتزل لما بيعجز صحيا، لما صحيا بيعجز ممكن يعتزل، بس إذا ما زال بصحته ما بصير يعتزل. إن شاء الله طولة العمر لإلك يا رب. حبيبتي إن شاء الله. حكينا سابقا بعدة لقاءات عن زوجة حضرتك الست هالة، ومنعرف العلاقة القوية اللي بتربطكن مع بعض. قديش اليوم لسه محافظ أنت على هاي العلاقة، محافظ على أنه هي عم تتواجد معك بكل مكان وبكل تكريم وبكل عرض؟ يا قلبي، يعني أنا تعبير يمكن قايله سابقا، أنه هالة زوجتي أحيانا، صديقتي أحيانا، ولكنها حبيبتي دائما. فالحمد لله، يعني سنة عن سنة عم يزيد العلاقة بيناتنا، الرابطة هذه، يمكن لأنه منكبر عفوا، يمكن لأنه منصير نحن اثنين كل واحد بحاجة للتاني، حلو، بحاجة لبعض، مشان هيك يمكن العلاقة عم تقوى هون بهذا السبب. شو بتقلها لهالا؟ ايه، مثل ما قلت لها زمان لما طلبت الطلاق، قلت لها لو تطلع عيونك ما بطلقك. الله يخليكم لبعض يا رب، وتضل هاي الفرحة موجودة. ليش هي طلبت مرة طيب منك الطلاق؟ ما كنت غلط. بمرحلة الشباب. مرحلة الشباب والمعجبات والمعجبين وكذا، غلطت يعني. الفنان القدير دريد لحام، بدي اتشكر اليوم تواجدك عبر فوشيا، وكل التوفيق لك. اهلا وسهلا. يمكن قلت لك انه احلى لون على قلبي الفوشيا. صح، بحسه لون امبراطوري. خلي لي قلبك.